طيب من يذكر لي مظهر من مظاهر الشماتة؟ مظهر يعني شو مظهر؟ يعني شيء مكرر. بدناش تحكي لي عن حالة فردية نادرة. من يذكر لي مظهر من مظاهر الشماتة وعليه نحاربها أو نقاطع هذه المعصية؟ من يذكر؟ واحد. انتوا مش عايشين في الأردن ولا وين عايش؟ واحد. المرأة المطلقة، طلقت هذه المرأة فهناك من يظهر الفرح وهناك من يتكلم بالكلام الجارح لهذه المرأة المطلقة من غير ما احنا ايش نجد لها مواساة حتى لو كانت مخطئة. فليس الآن مقام شماتة ولا مقام تحقير. هذا واحد. اثنين، يلا محاولات، تفضل. الذي يرسب في التوجيه. نعم، هذا مظهر واضح جدا. كثير احسنت. الذي يرسب في الثانوية العامة، فنجد بعض الناس للأسف يشمت من فلان، حتى ان بعضهم يقول ارتحت. ليش؟ لانه كان مجننا في الصف، فالان رسب هيك، انا ايش بدخل الجامعة وانا مرتاح. لا حول ولا قوة الا بالله. ثلاث، يخسر في تجارة. يخسر في تجارة، ايوه. نحكي لنا كيف المظهر. نعم. ثلاث، تاجر بين زملائه، عنده حانوت، عنده دكان، عنده محل، فإذا به يخسر، سواء بحريق. جزء واحد يقول لي طيب ما هو ناجح، حتى لو كان ناجحا فأحيانا ينصب عليه، احيانا يحرق حانوته، فنجد بدل ان يواسى يشمت فيه. بينه وبينك بيستاهل. ايه، وفي بعض الناس بيحكي عبارة دنيوية قذرة. ماذا يقولون؟ لا، اللي من ايده الله يزيده. اعوذ بالله يا رجل، تبتلي فلان. فبالتالي اخواني في الله احذروا من هذه العبارات، وعلي احبائي في الله. فهذا التاج الذي خسر لابد ان نواسيه، لا ان نشمت منه. احسنت. هذه الثلاث بدنا كمان اثنين. بدنا ناس تفكر. خطيب الجمعة الموفق هو الذي يربط الاحاديث بواقع الناس. انت جاي تحكي لي ايات واحاديث ولا تربطها بالواقع؟ هاي مشكلة خطباء هذا الزمان، انه بيجي بيتكلم عن الحسد ولا يذكر مظاهر الحسد، بيتكلم عن الشماتة ولا يذكر مظاهر الشماتة، بتكلم عن الاحتقار وما بذكر المظاهر. أريد منكم أن تتعلموا كيف تربطوا هذه الأحاديث وهذه النصوص من الكتاب والسنة بالواقع. الآن تصبح أنت داعية، تصبح تفهم حتى أنت لا تقع في المحذور. أربعة، تفضل. هناك الشاب الصغير. شيخ، رجل اللي عنده مرض في صاحبه ظل يتخوت عليه، ظل يشمت فيه. نعم، من يبتلى بالمرض، هذا ايضا واقع وبظاهر. فلان ايش مع سرطان، اي منيح اللي صابه سرطان ارتحنا من شره. فلين صار سرطان يا زلمة، ماكل السوق، ماكل السوق مش مخلي لنا بيع. منيح اللي صابه سرطان يلتفي. الآن الخطوة الثانية بعد ما تذكر، بدك تذكر لي شيء واقعي
هيك بتصير. اما تقول لي بس مريض وصاحبه، لا يعني مش عملية كثير، بدنا شيء عملي اكثر. تصل لمرحلة الان بتصير انت ناجح في الخطابة. احنا مشكلة الخطباء ايش عندنا والمدرسين والوعاظ؟ بتكلموا وما بربطوها بالواقع. تنشوف اربط، تعلم، قاعدين بنتعلم. خمسة عبد الرحيم، واحد بيعمل حادث تنكسر سيارته بصير يشوف. نعم احسنت، جميل والله. هذا انسان حوادث السير اللي بصير على ارض الواقع. فنجد ايضا هناك من يسخر منه، على ايش راكب لي سيارة يا رجل 2020 وانت؟ على ايش راكب لي سيارة؟ سخريات، سخريات. حتى لو كان يؤذيك لا يجوز ان تشمت منه. هي خمس صور.